السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم تاني يا شباب. اتكلمنا مع بعض إن شاء الله بفضل الله المرة اللي فاتت عن الـ PFIDF. وإيه هو الـ PFIDF؟ هو اختصار طبعا الـ Term Frequency أو الـ Inverse Document Frequency. وهنشوف مع بعض النهاردة إزاي إن أنا أستخدم الـ PFIDF في إن أنا أطبق تراك باترن معين او حدد باترن او فيتشر معين من النص بتاعي باستخدام الـ PFIDF والباك فوردز، ان انا ابدا ابني الفيرست موديل بتاعي اللي هو السنتمنت اناليسيس موديل. طبعا الموضوع بسيط جدا، كل اللي هعمله انا استخدم طبعا لايبرز جاهزه ما يكون على حضرتك ان انت ايه تضرب فروم سكراتش. طبعا كل الاكواد جاهزه معاك مفيش اي مشكله. اول حاجه ازاي ان انا طبعا الفروم فيتشر اكستراكشن دوت تكست هيمبورت الـ PFIDF ترانسفورمر اللي احنا خدناه مع بعض، وهاخد برضه الكاونت فيكتورايزر اللي احنا شفناها مع بعض في الباك فوردز، وهترين هامبورت الترين تيست سبليت، هامبورت الجاوسيان نايف بيز والمالتينوميال نايف بيز. طبعا ده احنا هنشتغل على النايف بيز لو حضراتكم اخدتوه. انا مش هبص على الكونسبت النظري وراه، لكن هبص على الكونسبت العملي. هو ماشين ليرنينج موديل طبعا بيشتغل بيه او بيعمل بيه البروبابيلتيز. وهن امبورت حاجه اسمها بايب لاين، هنبص عليها النهارده مع بعض ازاي ان انا طبعا البايب لاين دي بنستخدمها في ايه، هنشوفها مع بعض كمان شويه، لكن هديك هنت عنها. كل اللي بعمله ان انا ببدا ادي البايب لاين الموديل بتاعي والانلايزر بتاعي، بديها الفيتشرز بتاعتي الديت سيت بتاعتي، وهو بيبدا ان هو يبلد الموديل ويديني ايه الفاينل ريزلت بتاعي. بعدها هنبورت من ال NLTK دوت كوربس، هنبورت ال ستوب وورد اللي شفناها مع بعض، هنبورت ال SQLearn دوت ماتريسز، هنبورت الماتريس منها عشان ارجع الريزلت بتاعي. وهنبورت البانداز، هنبورت النمباي، هنبورت السترينج، هنبورت ال NLTK. يعني الموضوع كله كل الفانكشنز دي او الموديل دي شفناها مع بعض او اللايبرز دي شفناها مع بعض. هنا عندي داتا سيت. الداتا سيت دي يا شباب هي انجلش داتا سيت، طبعا حضرتك مش مرتبط بالانجلش بس، يعني ايه يعني ممكن حضرتك تشتغل على داتا سيت عربي مش اي مشكله خالص، لكن كل القصه بس ان في بعض الاوقات العربي بيسبب مشاكل في ندرته بس، يعني في بعض معظم الناس دلوقتي شغاله على الانجلش. يفضل لو حضرتك في داتا تشتغل على العربي الموضوع بيشتغل يعني بيرفكت برضه مش اي مشكله. هنا هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نمبورت الداتا سيت بتاعتنا اللي هي اسمها انجلش داتا سيت سي اس بي. هنشوف اللينس بتاعها، لقينا اللينس ان هو 1000 سامبل. هنبص على الداتا سيت بتاعت بصينا لقيناهم ايه بالشكل ده. الشكل ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انا عندي شوف بقى الجمال في النصوص. النصوص هي تو روز بس، تو كولومز بس، تمام؟ تو كولومز، الكولوم الاول اللي هو الفيتشر اللي هو النص بتاعك، والكولوم الثاني اللي هو الليبل بس. طب وبعدين؟ بعدين بقى حضرتك المفروض ان انت تتراك باترن معين او فيتشر معين من النص ده، وتبدا ان انت تطلع ايه تدخلها على الموديل بحيث ان هو يبرد الموديل ويقدر ان هو يبريدكت الحاجه دي. نفس القصه برضه لما كان معايا نصوص، لما كان التكست ثاني بيبقى موجود معايا البيكتشرز، مجموعه من البيكتشر، والبيكتشر بيكون ليها ليبل معين. تمام؟ فالفكره بتاعتنا ان احنا نطلع فيتشر وندخلها على الموديل بحيث ان هو اندرستاند. طبعا هنا الداتا بتكون ايه؟ مجموعه من النصوص، النص اذا كان سلبي بيكون ايه؟ الريزلت بتاعه او الليبل بتاعه زيرو، واذا كان ايجابي يبدا ان هو يكون الريزلت بتاعه واحد او الليبل بتاعه واحد، وانت بتبدا تترين من الداتا دي. طبعا في بعض الحاجات يعني بعض المودلز في السنتمنت يبدا يقول لك لا انا عاوز احسب نسبه نسبه النيجاتيفيتي او البوزيتيفيتي في النص ده، فبيبدا هنا يديك نسب. طبعا يختلف الموضوع، ممكن نشتغل ريجريشن موديل برضه عادي، يعني بيقول لك مثلا ان النص ده سلبي بنسبه 50%، ايجابي بنسبه 30%، تمام؟ النص ده مثلا ايه ناتشرال والله اللي هو نسبه 50% 50%، تمام؟ فبنبدا هنا نبدا موديل مختلف، بس انا بديك افكار يعني عشان يبقى الموضوع في ذهنك. هنا لو جينا نعرض برضه الداتا بتاعتنا دي كانت طريقه بس ان انت تقول الشكل بتاعك بتبرنت ازاي، فبرنت هنا الداتا شكلها عامل ازاي او النصوص عامله ازاي. هنا لو بصيت بقى اول حاجه هعمل عندي، طبعا هو الموضوع كله هيتم التو فانكشنز او ثري فانكشنز، يعني الموضوع بسيط جدا. احنا عملنا امبورت اصلا لللايبرز اللي فوق دي كلها، فبنقدر نستخدمها. اول حاجه هعمل تكست بروسيس، حضرتك دي اللي هعمل فيها ايه الانالايز او هعمل فيها البري بروسيسنج على النص بتاعك. هتعمل ايه بري بروسيسنج على النص بتاعك؟ اول حاجه هريموف البانكتويشن، وهتريموف ايه كمان؟ هريموف الستوب وورد. طب وبعدين؟ هريتيرن بقى ليست اوف بلين تكست. كلام جميل جدا.
فاول حاجه هريموف طبعا البنكتويشن بالطريقه دي اخدناها مع بعض، وبعد كده هعمل جوين للنص الثاني ان هو طبعا يرجع في شكل ليست، عشان ابدا ان انا اريموف منه الستوب اوف ووردز برضو اخدناها مع بعض. هبدا طبعا انا ريموف الستوب ووردز، هرجع كل كلمه بشرط ان هي ما تكونش موجوده في الستوب ووردز في انجلش. لو حضرتك شغال عربي كل اللي هتعمله هتبقى ايه هنا الووردز تبقى ايه في عربي، او لو شغال فرنش هتبقى فرنش. يعني الموضوع سهل جدا ان شاء الله. بعد كده السنتمنت اناليسيس موديل يوزنج نيم سبيس، يبقى كده احنا عملنا البري بروسيسنج فانكشن بتاعتنا اللي بتبدا ان هي ايه تظبط النص بتاعي. بعد كده كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتبني الفانكشن اسمها سنتمنت اناليسيس موديل. هتعمل فيها ايه؟ اول حاجه هلود الداتا سيت بتاعتي. طب ما احنا لودناها فوق، لا انت هنا بتلودها عشان جوه الفانكشن بتاعتك بقى. تمام، احنا كنا فوق بنشو الداتا سيت بتاعتنا، بس هنا هتبدا ان انت ايه تلود الداتا سيت بتاعتك اللي هي اسمها بي دي دوت ريد سي اس بي، واسمها ايه اسمها انجلش داتا سيت دوت سي اس بي. بعدها هتبدا ان انت تحسب الباج اوف ووردز. اول حاجه هحسبها الباج اوف ووردز، هقول له ان انا ايه طبعا هكاري في الباج اوف ووردز ترانسفورمر بتاعي هيكون اسمه كاونت فيكتورايزر، وهيعمل اناليسيس باستخدام مين؟ باستخدام التكست بروسيس. تمام، يبقى الكاونت فيكتورايزر هيعمل انالايزر، الانالايزر بتاعه هو التكست بروسيس، يعني الفانكشن دي هيعمل بيها انالايز على التكست بتاعي قبل ما يحسب ايه الباج اوف ووردز. هنا اقول له هتفيد طبعا على الداتا سيت اوف تكست تي. انا كده كريت الموديل، هنا ببدا اعمل ليه فين او بعمل ليه ترانسفورم. فهنا هقول له الباج اوف ووردز المسج باج اوف ووردز، الباج اوف ووردز نفسها هنا الموديل طبعا، هنا ايه الريزلت بتاعي هيساوي الباج اوف ووردز ترانسفورمر ترانسفورم الداتا سيت اوف ايه اوف التي اكس تي او اوف النص. بعد كده يا شباب هحسب او هبدا ان انا اكول البي اف اي دي اف ترانسفورمر، هبدا ابلغ منه الموديل، وبعد كده هبدا برضه نفس الكلام طبعا هبصله هنا مين الميزه الباج اوف ووردز اللي هي الريزلت بتاع الباج اوف ووردز. بعد كده يا شباب هبدا ان انا احسب الميسج بقى بي اف اي دي اف، هنا بنيت الموديل برضه، هنا ايه هبدا ان انا ايه افيت او ترانسفورم الداتا بتاعتي. هنا هحسب البي اف اي دي اف ترانسفورمر دوت ترانسفورم الميسج ايه باج اوف ووردز. فكده قدر ان هو يحسب البي اف اي دي اف ويحسب الباج اوف ووردز. هنستخدم بقى طبعا هنا اقسم الداتا بتاعتي الترين وتيست، بسيطه وعارفينها. كل اللي بعمله ان انا بستخدم الترين تيست سبليت، وبديله الداتا سيت بتاعتي، وبديله الليبل، وبديله مين التيست سايز اللي هو 40، يعني كده هقسم 60 ايه 40. بعد كده طبعا ببدا ان انا اعمل ايه استخدم حاجه اسمها بايب لاين. ايه البايب لاين؟ قلت لك ان انا البايب لاين دي هي فانكشن تبدا ان هي ايه تاخد مني ال شكل طبعا ليست، تاخد مني الفيتشر بتاعتي اللي هي الباج اوف ووردز البي اف اي دي اف، تاخد مني لو هعمل انالايزر، بتاخد مني الكلاسيفاير كمان، يبقى بتاخد مني ايه الفيتشر بتاعتي وبتاخد مني الكلاسيفاير، وهي بقى اللي بتبيلد الموديل، هي اللي بتبدا تعمل ترين للموديل. حضرتك مش تعمل ترين للموديل، تمام؟ كل اللي هتعمله حضرتك ان انت تديها للبايب لاين، وبعد كده هتقول للبايب لاين دوت فيت ترين وتست، هو بقى بيفهم ان انت ايه هتعمل بيلد بالموديل ده. يبقى انا هستخدم اول فيتشر عندي هتكون اسمها باج اوف ووردز اسمها، تمام، وكانه هنا بيكاري داتا سيت جديده، هتكون من تو فيتشر، الفيتشر اسمه الاول باج اوف ووردز والفيتشر الثاني اسمه دي اف اي دي اف. طيب الباج اوف ووردز بحسبها ازاي؟ بتقول له ان انت بتحسبها باستخدام الكاونت فيكتورايزر اللي حضرتك عملتها فوق، والانالايزر بتاعها بيكون ايه تكست بروسيس، تمام. بعد كده هحسب البي اف اي دي اف ترانسفورمر باستخدام مين؟ البي اف اي دي اف ترانسفورمر اللي حضرتك عملتها فوق، تمام. يبقى الموضوع بسيط اهو. بعد كده الكلاسيفاير هيكون مالتينوميال نايف بيز. احنا قلنا ان في مالتينوميال وفي ايه في نوع تاني من النايف بيز. لو حضرتك رجعت فوق كده عندي المالتينوميال وعندي الجاوسيان، ممكن او الجاوسيان ممكن حضرتك تشتغل على الجاوسيان او تشتغل على المالتينوميال، وتجرب الاثنين وتشوف الريزلت الافضل مين. هنا احنا هنشتغل على المالتينوميال، وهبدا ان انا ابص بعد ما عملت الفانكشن بتاعتي. بعد كده ببدا ان انا افيت بقى ايه البايب لاين، خلاص مش هفيت الموديل اللي هو كنا بنعمل مالتي نوميال نايف بيز دوت فيت، لا دلوقتي هعمل ايه فيت البايب لاين واديها المسج ترين والليبل ترين، تبدا ان هي تترين الموديل بتاعي باستخدام طبعا الفيتشرز اللي احنا قلناها فوق. وبعد كده هقول له البريدكشنز هتساوي طبعا بايب لاين دوت بريدكت. شوف حضرتك البايب لاين خلاص كل الدنيا بتاعتي او كل الموديل ده يبقى اصبح اسمه بايب لاين. بايب لاين دوت بريدكت المسج تيست، هيبدا ان هو يتست وهيبدا ان هو ايه يبرنت بقى المتريكس بتاعتي بشكل كونفوجن ماتريكس، وفي الاخر هريترن ايه البايب لاين اللي انا عملته ده عشان اقدر ان انا ايه ابريدكت بيه بعد كده. يبقى انا كده عملت تو فانكشن، الفانكشن الاولى اللي انا ظبطت بيها النص، والفانكشن الثانيه اللي عملت فيها البايب لاين بتاعتي او بنيت فيها الموديل بتاعي باستخدام ايه البايب لاين.
هنا تاني حاجه هبدا ان انا ايه، انا عاوز دلوقتي بعد ما بيلد الموديل ده او بعد ما تبني الموديل بتاعي ابدا ان انا احفظه عندي بشكل ايه، بشكل سيف. بنبدا ان احنا نحفظ الموديل بتاعنا عشان مش كل ما ارن الداتا بتاعتي او مش كل ما افتح الجوبيتر محتاج ان انا اعمل له ايه تريننج، لا ده انا هحفظ الموديل بتاعي واقدر ان انا خلاص اخد الموديل ده وارميه في اي مكان، وكل اللي اعمله ان انا اعمل امبورت بس، خلاص مش هعمل تريننج تاني لان الموديل ده عمل لي تريننج، حفظ الويت بتاعته وحفظ الدنيا بتاعته، وبعد ان هو ايه يحفظه بنستخدمها كتير في الديب ليرنينج موديل عشان ما اعملش تريننج كتير، كل ما بعمل تريننج واوصل لريزلت ممتاز ببدا ان انا اسيف الموديل بتاعي وخلاص اعتد بقى ايه بالموديل ده. فهستخدم البايثون في ان انا ايه اسيف الموديل في اسم حاجه اسمها سنتمنت اناليسيس موديل دوت سيف. ده انا كده عملت بس الفايل نيم بشكل نص وعملت امبورت البايثون، هنشوف ازاي بقى نسيف الموديل بتاعي. بعد كده بقول له بيكل دوت ايه دوت بيكل دوت دامب اوف، بديها مين؟ بديها السنتمنت اناليسيس موديل اللي انا هحفظه. طبعا حضرتك هنا السنتمنت اناليسيس موديل دي الفانكشن نفسها، فانا بعمل لها كولينج هنا، تمام، بعمل لها كولينج جوه الفانكشن. مجرد ما تعمل لها كولينج ويطلع الريزلت بتاعها بيبدا ان هو يحفظها. يحفظها فين؟ يحفظها في حاجه اسمها سنتمنت اناليسيس موديل دوت سيف. يحفظها ازاي؟ بقول له اوبن السنتمنت اناليسيس دوت سيف موديل دوت سيف واكتب فيها، نكتب فيها اللي هي ايه رايت باينري، تمام. فبيبدا ان هو يحفظ النص، يحفظ الموديل بتاعي في المنظر ده، ولو فتحت الداتا بتاعتي او فتحت الفولدر بتاعي وبص الاقي حفظها دي حاجه اسمها سنتمنت اناليسيس موديل دوت سيف. بعد كده يا شباب بيبدا طبعا الحاجات دي اللي بتظهر هي اللي احنا كنا عاملينها بنت فوق، لو حضرتك هتشوف هنا هتلاقي هنا بيقول لك ايه اول حاجه بيبرنت ان هو بيعمل ترانسفورم كده، الباك فورم كده، في اي دي اف، بعد كده بي ايفالويت، تمام. فكل حاجه بتظهر احنا كنا طابعينها فين؟ في الفانكشن بتاعتنا. في الاخر بيبرنت ايه البريسيجن والريكول بتاعي. فبص هنا ايه طبعا 75% هي مش احسن حاجه، لكن احنا ما عملناش اي تحسين، احنا كل اللي استخدمنا اي فانكشن جاهزه، فطبيعي ان هي ما تجيبش احسن ريزلت. لكن لو حضرتك ضربت فروم سكراتش هتبدا تظبط في النص بتاعك، تبدا ريموف ستوب فورد، تبدا مش عارف تعمل ايه، تبدا تعمل ايه، فبيختلف معاك الموضوع طبعا، وتبدا انت تظبط في النص، وتبدا تستخدم فيتشر ثانيه، فبيبدا يختلف معاك الموضوع وتديك ايه ريزلت افضل. بعد كده بلود الموديل بتاعي، انا خلاص حفظت الموديل بتاعي عاوز استخدمه بقى، فخلاص انا مش هعمل تريننج ثاني، انا كل اللي هعمله ان انا هعمل لود للموديل. يعني كل ما اجي افتح الكود بتاعي كل اللي هعمله ان انا هرن من اول هنا بس، هرن من اول هنا، هرن ايه؟ هقول له لود الموديل بتاعي باستخدام البيكل دوت لود، وهاوبن الفايل نيم، الفايل نيم اللي احنا كنا عاملينه فوق اللي هو اسم الملف، وهقول له هنا ايه بقى ريد باينري مش رايت باينري. وبعدها هقول له طبعا لو عاوز استخدم الموديل بتاعي في ان انا بريدكت حاجه معينه، فكل اللي هعمله طبعا حضرتك احنا استخدمنا البايب لاين ليه؟ استخدمنا البايب لاين حضرتك عشان لما اجي ادي له نص ما احتاجش ان انا احسب له الباج اوف ووردز والتي اف اي دي اف تاني. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عاوز ابريدكت نص، النص ده بيقول ذات از ا جود فود مثلا، عاوز ابريدكت النص ده ايجابي ولا سلبي، حضرتك المفروض تاخد النص ده وتروح تحسب له الفيتشر اللي انت هتلين عليها، وبعد كده تديها للموديل يقدر ان هو يبريدكت. اصل الموديل عمل تريننج بمين؟ الموديل المفروض ان هو عمل تريننج بالفيتشر المعينه اللي انت حسبتها اللي هي الباج اوف فوردس والتي اف اي دي اف، صح كده؟ طيب انا عشان ادي له ديتا نص ما يقدرش يفهمها، مش فاهمها، مش عارفها، لانه ما اتعلمش عليها اصلا. زي بالظبط انا علمت واحد، اديتكم مثلا كورس باترن ريكوجنيشن واجي امتحنك في كمبيوتر فيجن، تقول لي ايه ده؟ ما ينفعش، انا ما اخدتش كمبيوتر فيجن معاك، انا اخدت باترن ريكوجنيشن، تمام؟ فعشان كده انا بستخدم البايب لاين عشان لما ادي لك حاجه معينه يبدا ان هو ايه يفلترها ويبدا يديك ايه الحاجه اللي انت اتعلمت عليها منها اللي هي مين؟ الباج فوردس والتي اف اي دي اف لوحده، وبعد كده بيبريدكت الريزلت بتاعي. فابص الاقي الريزلت واحد، واحد يعني ايه؟ يعني ايجابي، يعني قدر يحدد ان النص ده ايجابي. ولو قلت له اي هيت ذات في جمله وجيت قلت له بريدكت الريزلت بتاعها، فقدر يبريدكت طبعا ان النص ده سلبي، وبكده الموديل بتاعي قدر يباص او قدر ينجح، واقدر ان انا استخدم الموديل ده في ريال لايف او استخدم الموديل ده في اي موقع مثلا، اقدر ان انا ايه احدد اتجاهات الناس او ميول الناس اذا كان ايجابي او سلبي. اتمنى تكون فهمته، اتمنى ما يكونش حد متضايق مني، وكان كورس سعيد، والقاكم بخير ان شاء الله في لقاءات اخرى.